اهلا ومرحبا بحضراتكم في مؤتمر حمله كم من جميلك واختار رئيسك استقرار مصر مستقبل مصر. فريق اول عبد الفتاح السيسي اصبح مساله مستقبل للدوله المصريه. مصر بعد 30 يونيو هي في معركة استرداد الدولة. الحرب على الإرهاب جزء من استرداد الدولة. لو شفنا موقف الدكتور زياد بهاء الدين اللي هو لم يكن أبدا يوصل للمكان اللي وصل له ده لولا ثورة 30 يونيو. دكتور زياد بهاء الدين لما كان في هيئة الرقابة المالية متهيألي يعني ارجعوا اقروا تاريخ، ما هو المشكلة إن احنا بننسى يعني. وشوفوا حضراتكم الإنجازات اللي هو حققها إيه. وفي الحقيقه يعني لولا 30 يونيو لكان زياد بهاء الدين ولا كان حسام عيسى ولا كان البجلاوي ولا كانت هذه الوجوه هتشوف اي منصب من المناصب اللي هي اخذتها. ونفس الموقف في الحقيقه الذي لا يوصف الا ان هو موقف فيه خسه وطنيه، نفس اللي عمله البرادعي لما تم فض اعتصام رابعه وساب ظهر الدوله مكشوف ومشي وغضب كالعاده واستغل اعداء الدوله المصريه الموقف ده في عز ما الدوله المصريه بتستعيد سياده القانون وفي عز ما في اعتراضات من قله من المزايدين على قانون التظاهر. سبب انضمامي لحمله كم الجميلك ان انا من ايام ما الاخ مرسي اختار السيسي وزير دفاع وانا بستنى السيسي، ويمكن ما تصدقونيش لو اقول لكم ان دي الحقيقه فعلا، مش بعد ثورة 30، لا أنا من أيام مرسي وأنا فعلا بستنى السيسي، لأن أنا كنت عارفة أن الإخوان ما هم إلا احتلال، وأياميها أكيد كنت خايفة على مصر جدا. وبعدين أنا طبعا عندي أمل في السيسي. ليه؟ لأنه اللي ينقذ مصر من هذا الاحتلال لابد يرفع من شأنها. ولذلك أنا عايزة حملة كمل جميلك ما تبقاش للسيسي بس، الشعب المصري كمان لازم يكمل جميله. الشعب المصري لو ما نهضش بمصر السيسي مش هيقدر يعمل حاجه لوحده. الشعب المصري لازم يقف، كل واحد فينا يحترم مكانه كموظف كمواطن. رفعه مصر بتيجي بالتعليم. وبعدين ما ننساش كمان القضاه. يعني انا واحده عشت في الامارات، لم تكن الامارات شيء بدون القانون. القانون هو اللي عمل الامارات. كل واحد فينا عارف ايه اللي له وايه اللي عليه. لو كل واحد فينا كشعب مصر عارف ايه اللي له وايه اللي عليه، بالتاكيد مصر هتبقى حاجه تانية خالص. اذا كمل جميلك مننا احنا للسيسي ومن السيسي لشعب مصر. حضرتك شايفه ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي سيحظى بقبول لدى جميع الجماهير او بعضهم في الانتخابات، ولا هيبقى في منافس ليه في الانتخابات؟ لو احنا كحمله ما لحقناش الجماعه المساكين اللي بيشتروا بالفلوس او اللي ما تعلموش او اولاد الشوارع اللي بياخدوهم الامارات بياخدوهم الاخوان الجماعات ويربوهم في بما يسمى بجمعيات خيريه، وهي ليست جمعيات خيريه انما هي بؤره لعمل ارهابيين بياخدوهم يعملوا منهم القنابل الموقوته اللي موجوده في مصر دلوقتي، أنا بتهيألي مش هنقدر نعمل حاجة. لكن أنا أملي في السيسي نفسه كبير جدا، وعارفة إن الشعب المصري هيختاره، وعارفة إن هو في الآخر هيرضخ لإرادة الشعب المصري وهيرشح نفسه كرئيس. طيب تعقيب حضرتك على قانون التظاهر اللي عامل جدل في الشارع المصري دلوقتي. قانون التظاهر يا جماعة، يعني إحنا لو بصينا للغرب، أنا عايزة واحد يقول لي إن في واحد يقدر يطلع يتظاهر في أماكن حيوية أو إن هو يهد أو إن هو يولع أو إن هو يطلق رصاص وما ياخدوهوش يتحط في السجن في الحال. كون إن أمريكا بتقول كده، طب ما ده طبيعي إن أمريكا لازم تقول كده. إذا كانت أمريكا عاملة لنا أزرع، ده عاملة لنا ديناميت. أنا عايزة أدور بس على كلمة تتناسب مع الوضع. عاملة لنا ديناميت اسمه الإخوان، اسمه المافيا. هم بالظبط مافيا. يعني الاخوان ما هم الا مافيا، ومبادئهم هي ماسونيه وكلها قصه متركبه ببعضها، واللي ركب ده هو اللي ركب ده، وليهم اهداف احنا كلنا عارفينها. فلابد ان احنا نبقى عارفين ان قانون التظاهر مع ناس كل هدفها هو وقوع مصر لابد يقفوا في الشارع ويعترضوا. اما مع بقيه الشعب، واظن احنا سمعنا كل الشعب بيقول،
ان هم موافقين على قانون التظاهر، لان احنا محتاجين ان بلدنا ترتاح. احنا بقالنا 3 سنين يا جماعه ما ارتحناش، لازم نرتاح.